أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الجزء الأخير من غرفة الأخبار. وباء كورونا احتاط له الجميع، احترز منه الجميع وحذر منه كذلك الجميع، مختصين وغير مختصين، لأنه وباء لا يعرف ما هو مصدره وما هو العلاج مشاهدينا الكرام. ولكن هناك بعض السلوكات والسلوكيات توحي بأن المواطن عليه التوعية أكثر، عليه أن يتعامل مع هذا الوباء بمواطنة حقيقية، لأن المظاهر التي انتشرت هنا وهناك، الإقبال والتهافت على واللهفة على المواد الغذائية وتخزينها، سلوكيات لا تمت بصلة حسب المراقبين إلى أي احتراز من هذا الوباء كورونا. ولكن كذلك في ميزان آخر، ميزان الشرع، ميزان القانون، أن ذلك يسمى احتكار أو يسمى بمصطلحات أخرى، هو لابد أن يكون المواطن يتحلى بروح المواطنة. سنناقش هذا الموضوع في جزئيات مختلفة، من الجانب الديني، من الجانب القانوني، من جانب المستهلك، من كل القضايا التي يجب أن يكون المواطن على علم بها. ولا ينبئك دائما مثل خبير. مشاهدينا الكرام، أسعد باستضافة في هذه الجزئية الأساتذة. أبدأ على اليمين بسفيان الواسع، وهو المكلف بالإعلام على مستوى المنظمة الوطنية لحماية المستهلك. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بشيخنا الفاضل ومستبعي قناة البلاد. ونرحب كذلك الأستاذ أرزقي حاسعيد الإمام. مرحبا بك سيدي. بارك الله فيك، الله ينورك، يعطيك الصحة. سيدي الكريم، الأزمة تلد الهمة كما يقال، ولكن كذلك هناك مظاهر يرى البعض والآخرون أنها لا تمت بأي صلة من طبيعة المواطن الجزائري، لابد أن يكون متماسك في هذه الظروف، في ميزان الشرع، في ميزان الفقه والتأصيل لهذه القضية، الذي لا يلتمس أو أنه لا يتمسك بروح المواطنة ويقبل على هذه السلوكيات، يخبي السميد، يخبي المواد الغذائية. واش رأيك سيد الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. على كل حال الأخ الكريم، في هذا المومون، في هذه الأزمات، نورمالمون المؤمن يكون مثل في المجتمع. حنا الدين تاعنا يوصي على التعاون، مادام الرب سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في الرواية أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بصفة تاعو أنه كان يدير هذه الأمور. حنا مادام ندعو مسلمين ونقولوا بلي حنا مؤمنين والجزائريين حقيقة مسلمين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام واش يقول؟ هذه فرصة للمؤمنين باش يديروا الخير، باش يديروا الزاد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. احنا النبي الكريم يقول من غشنا فليس منا. تسمى ديجا كي تغش، كي تغش المواطن، راه ما راكش راك خارج، ماشي راك خارج من دائرة تاع الإيمان، ولكن راك مخصوص. ليس منا صافي ماشي مؤمن، صافي راك مخصوص في الإيمان. كيفاش انت تطيح لوكازيون كيما دي؟ ناس راهي تموت، ناس مرميه في سبيطارات، ناس راهي مخلوعه، ناس في الهلع، انت تبروفيتي من الشعب، تبروفيتي من الزوالي، تبروفيتي الانسان اللي محتاج. عوض كيما قلت، الانسان يعاون، يحوس على جاره، يحوس على عمه، يحوس على القريب تاعو، ولينا نتلهفوا، ولينا نستوكيو السلعه. هذا ما يجوش الشرع تاع الاسلام، ما يجوش الشرع الاخ الكريم انه الانسان يخبي السلعه ويخلي المجتمع محتاج لهذيك السلعه. عوض حنا نعاونوا، وربي يقول تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى. سنشوف معك بعد قليل كيف حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحتكار وما هي عقوبة هذا المحتكر. نعود إلى حماية المستهلك سيدي الكريم. هذه أيام فقط كنت معي في البلاطو، كنت تدافع بشراسة على المستهلك وحقوقه. المستهلك الذي تتحدث عنه ليس الجميع، ولكن فيه البعض. شفنا أن هذه المظاهر، هل ثقافة المستهلك ما زالت بحاجة إلى عمل كثير؟ وهذا دوركم سيدي الكريم. صراحة يعني احنا والله غير انتقدنا يعني هذا السلوك السلبي من طرف بعض المستهلكين الذين تهافتوا على منتجات استهلاكية ربما تفوق حاجياتهم
ما نقولوش اليومية وإنما الشهرية. أنا لما نشوف مواطن ومستهلك يذهب مباشرة لاقتناء 4 أكياس تاع سميد 25 كيلوغرام، بالله عليك 100 كيلوغرام وش راح يعمل بها في ظرف تاع أسبوع أو أسبوعين؟ لما نلقى أنا الرفوف تاع المحلات التجارية للمواد الغذائية والمساحات والفضاءات التجارية خاوية على عروشها، أنا لما نتكلم مع المستهلك ونوجه له رسالة ونقول له ما تخلقش الندرة، احنا مسعانا انه يتم القضاء على المحتكرين واولئك الذين يتلاعبون بالسلع لغرض رفعها. احنا رانا نشجع فيهم، نحاول قدر المستطاع القضاء على هذه على هذا السلوك السلبي، ولكن المواطن يشجع. نحن بالامس كنا في اجتماع على مستوى وزارة التجارة وتم اعطائنا كما قلوا كل المعلومات عن المخزون، قلناها وتكلمنا ان المخزون متوفر سواء من مادة القمح التي تحول عبر المطاحن تكفي حتى نهاية شهر سبتمبر، البقوليات يعني والحبوب الجافة رايليك متوفرة. هل يعلم المواطن أنه مخزوننا من العدس، هذا العدس هذا الذي كان مخزون كما نقولوا احنا من المواد الأساسية في مصر القديمة وراء القمح كانوا يستعملوه يستهلكوه، المنتوج وطني الحاج، عندنا منتوج وطني من العدس المنتوج محلي كفينا حتى 2021، كل المواد الاستهلاكية موجودة. هل يعلم المستهلك أنه شهر رمضان على الأبواب، يعني المنتجات متوفرة وعليه من خلق الندرة نقولوها يعني سمحنا الله، يعني إن قصرنا في حق المستهلك وما أديناش واجبنا في التوعية هو المستهلك بحد ذاته. يعني إحنا لما نتكلم على مواطن عنده مخاوف وهلع من أجل البطون وخاف ونسى الأمر المهم، احنا ننشر الهلع فيما يخص التقيد بتعليمات وزارة تعليمات المنظمة الدولية للصحة وأطبائنا وخبراءنا اللي حضرنا في شحال من بلاطو، كذا من خبير كذا من طبيب يتكلم عن آليات مكافحة الوباء و تفادي الوباء. تمنيت لو أنه المواطن يكون هكذا بدل نعم المرة هذه رميت الكرة في المستهلك، موالفة تقول لي التجار والحكومة، أسمع منك الإجابة. ولكن بعد ما نعود للأستاذ أرزقي، تكلمنا فقط قبل قليل على الاحتكار في تجارب السلف وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما حدثت أزمات، تعرف أن في عهد عمر بن الخطاب يعني ما حدث في عام الرمادة ومعروف هذه ربما تستشهد لنا سيد الكريم ببعض هذه الأزمات اللي عرفها صحابة وعرفها السلف الكريم. احنا الاخ الكريم ما كاين اي قصه ان نتكلم عن الرسول والصحابه باللي خبا والبكله، ما عندنا حتى قصه، احنا دوك نهضروا باللغه تاع العامه، هذا باش يفهم انا هضرت اللغه تقبليت اللغه تعرف اكدي قال الدرجه خطر باش العبد هذا يفهم والامه تفهم تفهم كامل الناس كامل. احنا سبقنا علاش سبقت لك بالحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا الرسول في المعامله تاعو في الخدمه تاعو في التجاره تاعو، احنا ما كان اي قصه على الصحابه وعلى الرسول انه تحكي لنا بلي خباو السلع، وكونترال كانت الحاجه اللي كانت عنده كان يمدها الرسول صلى الله عليه وسلم. اشعريين منا بارك الله نحن منهم، بارك الله ونحن منهم. واش حبيت نقول باش ما ننساش واش قال خويا صرات غلطه كي دخل هذا الوباء، ما صارش توعيه للمجتمع، علاش المجتمع تنخلع باش راح يقضي، باسكو هذه هي السبه اللي ولاو الناس تغلي وتزيد، باسكو لو كان السلعه قعدت نورمال الناس ما تجيش خويا سفيان ما تجيش في السومه. حنا صرات غلطه خويا شريف، الناس ما وعاتش الامه باسكو سي نورمال، جانا وباء جانا مرض كيما دا كورونا دخلنا خفنا على نفوسنا، مي تسمى جينا شويه روطار درنا شويه روطار باش نوعيو الناس كيما قالت الوزير تاع التجاره والاخ الكريم بلي ما تقلقوش، كيما قال رئيس الجمهوريه ما تقلقوش او كاين واش يكفينا، هذا الامر كان يتندار من قبل. حنا ما نقدروش نلومو شويه المستهلك، لو سيتوايان ما نلوموش، الله غالب جاز على حالات بلا ما نقول لك حالات تاع البلاد شغل كان خايف شويه، دوك ولاو ينقصوا الغاشي ولاو يفهموا بلي كاين الخير كاين، ولكن حنا نلومو التجار. وقلتها يا خويا شريف، كاين كورونا تاع المرض وكاين كورونا تاع التجار، هذو كيفاش انسان مسكين ما عندوش ما باوش يقضي شكاره سميد انت تخبيها له وتخليه بالجوع؟ البطاطا له البارح كانت 3000 اليوم ولات 10000، كاين كورونا اكثر من هذه تخلي الانسان ما يجوع. الدراري
هذا هو الدين تاعنا. الدين تاعنا ما يوصيش لهذا الشيء، الدين تاعنا يوصي للخير. وكيفاش نحوسوا على الرحمه؟ كيفاش يرحمنا رب العالمين حنا ما نترحموش بيناتنا؟ ويقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. حرانا نديو الناس في التوعيه في الدروس، نقاري الغاشيه الدروس كفردان وغلثوا في سيدي رب العالمين، عودوا لربي سبحانه، فروا الى الله. هذه مصيبه باش نعاودوا نتراجعوا، نعاودوا صافي ندير اونتير دي كون دي لوسون، نعاودوا نعتبروا باش نعاودوا نافونسيو، نعاودوا للقدام. حنا ولينا نخبوا في السلعه، سبحان الله. انا نستغرب في التاجر وهما غير الكوميرسون لي بروفيتي من هذه لا سيتوياسيون. التاجر الصادق مع النبيين والصديقين سبحان الله. وزيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حنا نشوف حنا نشكروا مع التجار باش نتفاهموا، ولا غير كاين تجار فيهم الخير ويصدقوا ويعاونوا مدوا العائلات، لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن حنا نهضروا على التجار اللي راهم يفرق. اتقوا الله في نفوسكم، تقوا ربكم في هذا الشعب هذا، تقوا ربكم في الصوالي، تقوا ربكم في هذه البلاد. الى حبي يفرج علينا رب العالمين لازم نتعاونوا ونتكافلوا، تكون الرحمه بيناتنا وربي يوفقنا الخير ان شاء الله. هذا الكلام جميل من الاستاذ ارزقي سفيان الواسع، ولكن كان لازم تكون اجراءات ميدانيه واقعيه باش ما نبقاوش نتكلموا فقط في العموميات. اليوم احنا الوضعيه هذه جديده علينا، ما بقاش يعني ممكن صارت منذ سمانه فقط، يعني قبل اسبوع كانت الامور عاديه. ما هي الاجراءات اللي اتخذتها اولا؟ نقولوش اجراءات او مبادرات بالنسبه لكم انتم في جمعيه حمايه المستهلك قبل ما نشوفوا الحكومه ولا التجار. احنا كان عندنا صدر عندنا بيان يوم 15 مارس المزامن لليوم العالمي للمستهلك. البيان أتى في قراره الرابع والخامس هو فرض قوانين صارمة فيما يخص احتكار السلع ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، يعني يجب تفعيلها يعني في الميدان. والقرار الثاني هو أيضا فيما يخص الكمامات والجال المعقم. يعني والله أخي بوعافية الكمامات، احنا رانا نشوفوا الكل يقتني الكمامات الزرقاء، والكمامات الزرقاء هي لازم تكون لأهل الاختصاص. لعل يعني واحد ما يعلمش رانا في المرحلة الأولى، لا قدر الله مشينا المرحلة الثانية، هذوك اللي راهم محتاجين تلك الكمامات. والحمد لله أتى كيما نقولوا حنا لما شفنا خطاب الرئيس يعني الأمس أنه أكد أنه كل الوسائل عفوا متوفرة، ولكن يجب التظافر تاع المواطنين المستهلكين. زيد على ذلك أنا لما نشوف يعني المواطن يقتني فوق حاجياته عفوا وسامحني يعني أنا لما نشوف مواطن يروح يقتني 10 قارورات لجال معقم، شكون اللي راه يختلق لا 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 الاحتكار؟ حنا وعينا وقلنا وتكلمنا مع المستهلك، خذ الحاجيات نتاعك. الجال المعقم هو لأفراد فقط، يعني الطاقم الطبي والمرافق له وبعض الأشخاص اللي ما عندوش الصابون نتاع الماء والماء بين يديه. الصابون يا جماعة أعيد وأكرر، الصابون العادي سواء السائل أو الصلب، اغسل يديك لمدة 40 أو 50 ثانية كل ساعة يكفيك. تكلمت لي على البيان سيدي الكريم، حنا نعم. في وضعية يعني أنه الناس يعني ما حكمتش في ربي كما نقولوا وتلهفت على السلعة، واش هو دوركم أنتم في التوعية؟ واش درتوا كإجراء ميداني؟ حنا رفعنا بيان، أنا قلت لك رفعنا بيان للمنظمة، وكان عندنا لقاء مع السيد الوزير كمال رزيق الأمس، كملنا في وقت متأخر مساء، وقال لك راه ستؤخذ قرارات يعني عقوبات رادعة، لأنه لا لازم دوك اللي عندها السلطة ورا اللي عندها السلطة التنفيذية، شكون اللي عنده الأدوات القانونية؟ لأنه هكذا هذا نوع، سامحني يا أخي بوعافي، هذا نوع من عصابة أخرى. يعني نقولها ونتحمل مسؤوليتي. الرسالة اللي توجهوها اليوم للمواطن يبقى يقضي هذه بالطريقة هذه، ينتظر كيف يتعامل؟ احنا كمجتمع مدني دورنا هو حلقة الوصل. معليش يعني لا فقد المواطن ولا ما عندوش هذيك الثقة، المخاوف دائما يخاف. نقول لهم باللي عندنا منتوج وفير، نتكلموا على المنتوج الموسمي، الخضر والفواكه، شكون اللي قال رمقاموا بحجر على الخضر والفواكه؟ شكون اللي تكلم على غلق الأسواق الأسبوعية لأسواق الجملة والخضر والفواكه؟ أسواق الجملة والخضر والفواكه ما تغلقتش لأنه التمويل، المواطن بحاجة لتمويل. بيوت الله أغلقت لماذا؟ لحماية الإنسان. في هذا الإطار نتوجه للأسف لأنه احنا في وضعية خاصة، وكذلك تزامنت مع غلق المساجد وبيوت الله الجماعة والجماعات. كيف يكون دور اليوم الإمام؟ كيفاش يقدر؟ ما هي الفضاءات اللي يقدر يبلغ بها المواطن ويطمنه ويقول له ما يكونش هذا التلهف؟ كيف بأي طريقة؟ بارك الله فيك الأستاذ وعافية. احنا دخلنا شوية في واحد الموضوع تاع الدعوة. هذا الموضوع النقطة فيها موضوع تاع الدعوة. أدعو إلى سبيل ربك. بارك الله. وربي واش يقول على سيدنا نوح؟ دخلنا شوية على الدور تاع الإمام. إني دعوت قومي ليلا ونهارا. دوك الإمام يبين الإمام تاع الصح. والإمام اللي كان قاعد في المسجد
سي اون اوكازيون باش الايمان بوك يبين دور تاعو يخرج للمجتمع يخرج الحومه يخرج الغاشي يخرج الجيران هكذا كان الرسول دونك سي اون اوكازيون باش الايمان فقط يعني ماهوش في المسجد فقط انا نقول لك فاذا قضيه الصلاه فانتشروا في الارض دونك نولوا الدين مستوى تاع الدين الامامه ماهيش غير في المسجد ماهيش غير في المحراب او كونطرا دونك المجتمع راه محتاج الامام ترى لا سوسيتي تحوج الامام تروح تروح الوزاره تروح للسلطه تروح للامن حنا منا نمجد النداء نداء للسلطات العموميه كما قال مقبل في الكواليس خونا سفيان كما قال عثمان بن عفان ينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقران دي فوا تقول واحد يا ودي قال الله قال الرسول تقل ما ياخذش الراي مي كي تدي العكواز اما تاوي العكواز تضرب جيب الخير اني طون انسان يكون هكذا كيفاش دار عمر بن الخطاب نهار دخل المارشي ما قالوش عطيني ريجيست كوميرس ضرب على الماكله من تحت سبا خام جاب الفوق سبا نقيه هاي عرفت قشك انت تولي باز كوميرسون دونك ماشي الورقه الكوميرسون سي باز ان بابي سي باز ان ريجيست مون امي الكوميرسون هو الفعايل كما قلت التاجر الصادوق التاجر في هذا الوقت هذا هو اللي صافي اللي يعاون اللي يكون في المستوى ونطلب نداء السلطات العموميه الي طون قبل ما تكون فوضى في المجتمع خويا العبد راني نقول على باش نهضر انا شويه نوم سوسيتي نخلط المجتمع نهضر على المجتمع هضر على الغاشي تفاغر الغاشي نخلط المجتمع على بالي واش راهم يهضروا الغاشي حنا ما حبيناش تولي فوضى ما حبيناش الغاشي هما اللي يروحوا للتجار السلطات العموميه كاين قانون كاين سلطه كما قال اخ السلام عليكم يا خويا هذا ماشي من حقك بلاتي هي احسن حنا هاد لي كوميرسون خاوتنا نحوسوا كيفاش يتراجعوا كيفاش يولوا الطريق كيفاش صاروا يدير ولولي المستهلك كما قال خويا سفيان انسان ما يقدروش العقل انا نشوف ناس يتموت نشوفوا فهمتني يا خويا ناس يتموت الانسان تكون عنده قناعه يعرف كيفاش علينا هذا الفلاح ان شاء الله امين ان شاء الله سفيان لازم اجراءات كما قلنا ميدانيه انتم لما تلاقيتوا مع وزير التجاره سي كمال رزيق ماذا اتفقتم عليه باش يوفروا يعني او ما نقولوش هي متوفره السلع ولكن كما قال استاذ رزقي لابد قوانين رادعه كيف تكون عمليه المراقبه وتوفير المواد الغذائيه شوف توفير المواد الغذائيه اولا على مستوى اسواق الجمله هي تموين السوق صح ثانيا مراقبه كل من يحاول احتكار السلع هنا تدخل الشراكة نتاعنا حنا كتنظيم لحماية وإرشاد المستهلك عطيناهم رقم القصير اتصلوا ما قدرتش انت من مكانك ومن منزلك ما قدرتش تروح تتحرك المديرية التجارة اتصل بالرقم 33-11 عن كل إنسان يريد احتكار مادة استهلاكية نوعا ما حنا هاو مكتبنا في باتنا في باتنا قال لك كانت ندرة تاع سميد هي إلا مادة سميد لا يتشكل ندرة مادة سميد توجه أعضاء مكاتب باتنا تاعنا بالأمس مع تاجر للجملة وحصل سجل تجاري الجملة وتجزئة وقاموا ببيع سميد بسعره القانوني تاع 1000 دينار للكيس تاع 25 كيلوغرام بسعره القانوني لأنه قاعدة العرض والطلب يا أخي في الظروف الاستثنائية تبقى استثناء انا ماشي نجي نتكلم لانه تاجر يقول لك انا راني بعت شريت ب 10000 نبيع ب 12000 كما وقع اليوم يعني البطاطا لحقت ب 110 دينار 120 دينار 12000 الكيلوغرام ويقول لك انا نبيع ما تبيعش لانه انت ايضا ملزم لانه هذه الظروف الاستثنائيه مست الكل مست العالم ومست الجزائر خاصه فالكل ملزم احنا وصينا المواطن احنا المبدا تاعنا احنا كي تكلمنا البارح اول شيء سقسينا على واش على المخزون ما تكلموش على المخزون شوف اول شيء كنا حاضرين مع الدكتور مصطفى زبدي وكان بعض الجمعيات اول شيء اللي سالنا عليه هل وفرت المخزون اعطونا انتوما اهل الاختصاص اعطونا شحال يكفينا شوف المخزون فيما يخص القمح عندك حتى الاواخر سبتمبر وشيء اهم نكمله لك تم حظر الرحلات الجويه الخاصه بالمسافرين ولكن السلع والبواخر ما زالها تتمشى يعني هنا باش يكون لانه شوف المعلومه ان لم تعطى باحقيتها الانسان ممكن انه يتغلط وصلت فكره سيد الكريم لما تكلمنا على الامام وانه لا يكون في المحراب فقط كهو كالغيط اينما وقع نفع سيد الكريم هذا الفضاء اللي هي اللي وفرته قناه البلاد سيكون لك دور او يعني طريقه من خلالها توجه نداء للمواطن الكريم انا واش نقول المواطن الكريم الإنسان كما يقولوا ما يخرجوش العقل إنسان يكون مؤمن ويكون قانوع دي جهاد النفس ما ناش ضامنينها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هاد النفس هادي قولي نروحوا نزودوا بالإيمان نزودوا بالطاعة نعم الأخ الكريم احنا ما نقولوش المجتمع ما تشريش الحاجيات ما تشريش الأولويات احنا ما راش نقولوش ماكلة تاع نهار ما نكلخوش على روحنا
وشكل اللي خلا في بلغنا ما نقولوش حنا المستهلك لا روح صبح شري قيس نهار باسكو الحاله ما تسمحش انه المواطن يروح يتنقل بزاف حنا اوموا واش لازم انسان يشري واش لازم كيما قلت لي شري شكاره سميتك فيك شهر خلي شهر واحد اخر خليه ربي سبحانه وهذا الباب هذا واش الباب انه الانسان ما يتكش وكونترا تكل على رب العالمين خمم على اخوك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه العبد الى قرث يفق العقل الى قد يغينس الى قل والحمد لله احنا دوكا صح كانت هذيك الثقه شغل بيننا وبين الدولار يضمن الاخ الكلمه ويضمن الوزير ويضمن والحمد لله رانا نشوف وضمن ربي وضمن بارك الله فيك وضمن ربي والانسان شوف هذا مهم جدا الانسان يتعلق بربي سبحانه وتعالى ثم بالاسباب انا نقول وقدي واش لازم اقضي قيس شهر قيس 15 يوم قيس سمانه ولكن باش تعمر دارك وجارك ما عندوش هذا ماشي دين هذا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا وعليك بتقوى الله ان كنت غافلا ياتيك بالارزاق من حيث لا تدري كلمه اخيره في اقل من دقيقه يعني انا اطمئن المواطن والمستهلك الجزائري ان المنتوج موجود ولا تجعلوا هؤلاء الاشخاص ينتهزوا الفرصه باش يبيعوا لكم سلعه فوق السعر نتاعها والذي نحن يعني بذلنا مجهود ان نقضي على يقدر اسسوا فيها يقدر حتى يبيع لك البيريمي في الفترة هذه نعم الفترة هذه يبيع لك البريمي لحق سميد حتى 150,000 200,000 لحقت أسعار تعجل أسعار مدبلة ولكن أطمئن أنه سيتم إنتاج الكمامات محليا وبكميات الكمامات كم على الماكلات خلينا سي سفيان لأنه اسمحني المنتوج موجود لأنه كل شيء بيد ربي ما على بالناش في الأيام واش راح يصرى ولكن ما هي النصيحة هل مثلا يتوقفوا على الشراء يشروا بقسط كيف توجه الكلمة خذ الحاجيات نتاعك خذ بقسط ما دام المنتوج متوفر وما تخلقناش الندرة هذه أول شيء ورانا في المرحلة الأولى والحمد لله مقارنة بدول اللي سجلت 17,000 حالة احنا رانا في 60 القرارات التي اتخذت قرارات احترازية باش يتصلوا بكم رقم نتاعنا 33-11 تبليغ نعم التبليغ اتصل في أي كما يقولوا نقطة من ربوع الوطن اتصل والاتصال نتاعك راح يروح على أعلى مستوى إن شاء الله الأستاذ سفيان الواسع ممكن تفضل اسمح لي قال سفيان أمر مهم كاين بزاف اللي راهم يقولوا واحد الكلمة أنه كي تشوف واحد محتكر باش تبلغ به شغل هذيك تاع بيعه هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمر بالمعروف أنا لو كان شوف واحد يحتكر ويحقر الشعب والله غير نلحقه ويحضر واش يحب بارك الله فيك استاذ اذا اعيد تشكر للاستاذ يوسف سفيان الواسع اللي هو الامي او المكلف بالاعلام على مستوى حمايه المستهلك شكرا جزيلا لك الشكر موصول كذلك للاستاذ ارزقي حاس سعيد الامام لك شكرا الشكر جزيلا لك لك الشكر مشاهدينا الكرام بهذا نطوي اوراق غرفه الاخبار لهذا اليوم ولنهار اليوم القاكم في فرصه قادمه بحول الله اطيب المنى سلام